أنا أسأل، هل حينما نقدم قضايا المرأة نكون فعلا نبحث عن قضايا المرأة ونحن نصورها؟ نصور، أنا أقول لكم عندنا الآن 8 الملايين ديال النساء ماشي رجال عوانس لا تسمعوا عنهن حديثا. مالو هادوكم مشاو ديروا شي حاجه فكره. انا اعتبر ان اوروبا كانت استطاعت ان تخفف من عنوسها لما كانت تمكن الذي يتزوج امراه منها من الاقامه. احنا ما درنا والو، راكي يعني حتى تموتي هكذاك. حنا نتكلموا على امراه ربما لها مشاكل ربما اقل من هذه فداحه وخطوره. كاين مشاكل كبيره جدا للمراه، ولكن نحن نتحدث عن المراه الان في علاقتها بالزوج، وهل نبيح هذا أو نمنع ذلك؟